نعود إلى الخبر العاجل الذي ورد في بداية هذا الحصاد، إذ هزت محافظة أربيل قبل قليل انفجارات عدة قرب المطار الدولي من غير معرفة طبيعة تلك الانفجارات. وأفاد مراسل التغيير بأن 3 انفجارات وقعت قرب مطار أربيل الدولي، حيث تمت مشاهدة أعمدة الدخان في المنطقة الواقعة بين القاعدة الأمريكية والمطار. وأكدت معلومات أولية سقوط 3 قذائف هاون قرب مطار أربيل الدولي وإصابة 3 أشخاص. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار أربيل، مشيرا إلى أن القوات الأمنية انتشرت في المناطق المحيطة بالمطار. إذن مشاهدين، أكرر، هزت محافظة أربيل قبل قليل انفجارات عدة قرب المطار الدولي من غير معرفة طبيعة تلك الانفجارات. وأفاد مراسل التغيير بأن 3 انفجارات وقعت قرب مطار أربيل الدولي، حيث تمت مشاهدة أعمدة الدخان في المنطقة الواقعة بين القاعدة الأمريكية والمطار. وأكدت معلومات أولية بسقوط 3 قذائف هاون قرب مطار أربيل الدولي وإصابة 3 أشخاص. أفادت المصادر بأن القصف استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار أربيل، مشيرا إلى أن القوات الأمنية انتشرت في المناطق المحيطة بالمطار. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أربيل الباحث السياسي الأستاذ ياسين عزيز. أستاذ ياسين، مرحبا بك معنا في الحصاد. بداية، كيف يمكن قراءة هذه الانفجارات وفي أي إطار يمكن أن نضعها؟ أستاذ ياسين، هل تسمعنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ ياسين، ربما نعود إليه في سياق حصادنا. ونذكر بالخبر الذي ورد قبل قليل، وهو النبأ الذي أتانا من أربيل، حيث هزت محافظة أربيل قبل قليل انفجارات عدة قرب المطار الدولي من غير معرفة طبيعة تلك الانفجارات. وأفاد مراسل التغيير بأن 3 انفجارات وقعت قرب مطار أربيل الدولي، حيث تمت مشاهدة أعمدة الدخان في المنطقة الواقعة بين القاعدة الأمريكية والمطار. وأكدت معلومات أولية سقوط 3 قذائف هاون قرب مطار أربيل الدولي وإصابة 3 أشخاص. وأفادت المصادر بأن القصف استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار أربيل، مشيرا إلى أن القوات الأمنية انتشرت في المناطق المحيطة بالمطار. عودة إلى ضيفنا الأستاذ ياسين عزيز من أربيل. أستاذ ياسين، مرحبا بك معنا في الحصاد. إذن انفجارات تهز أربيل قرب القاعدة الأمريكية ومطار أربيل، كيف يمكن قراءة هذه الانفجارات وفي أي إطار يمكن أن نضع هذه الانفجارات؟ مساء الخير، صوتكم يعني صوتكم واصل، صوتك نعم يصلنا، تفضل. هي طبعا معلومات كانت متوقعه بعد تغيير الاداره الامريكيه، انه راح تكون هناك ظروف سياسيه على الاداره الامريكيه الجديده. يعني انا اتوقع انه هذه الاستهدافات، هذا القصف، سلسله من الضغوط التي تمارسها دوله اقليميه على الاداره الامريكيه، لكن للاسف على الارض العراقيه. وقصف محاوله قصف القاعدة الأمريكية في مطار أربيل الدولي إحدى هذه المحاولات، يمكن أن تعقبها قصف، عمليات قصف لقواعد أمريكية أخرى في مناطق أخرى في العراق. يعني القصف باعتبار أن منظومة الصواريخ الموجودة، منظومة باتريوت الموجودة في القاعدة الأمريكية في مطار أربيل، يعني تفشل أي هجوم صاروخي على هذه القاعدة، ولكنها تقع في مناطق الآن مثلا من الصواريخ المتوقع أن تكون 5 صواريخ، 2 من هذه الصواريخ وقعت في مناطق سكنية مأهولة للأسف. طيب، ذكرت للتو سيد الكريم بأن دولة إقليمية هي من قامت أو نفذت هذه الهجمات على الأراضي العراقية، هل تقصد أو تشير إلى أن هي الدولة الإقليمية إيران؟ أيضا سؤال آخر، هل الحكومة الكردستانية ستسكت على هذا الأمر؟ كيف ستكون ردة الفعل منها برأيك؟ هي طبعا يعني كما قلنا، يعني لإيران أو لغيرها من الدول يعني قوات حلفاء ينفذون أجندة يعني،
وإلا ماذا تعني أن يتم قصف قاعدة أمريكية في مدينة أربيل مثلا أو في منطقة أخرى؟ كما قلت أنا أتوقع أن يطال القصف قواعد أخرى أمريكية في العراق. حكومة الإقليم لم تتدخل في العلاقات الأمريكية الإيرانية أو الصراع الموجود في أمريكا، كما هو حال لسان حال العملية، يعني القياديين في الحكومة العراقية أيضا يريدون أن يكون العراق بمنأى عن أي صراع دولي أو إقليمي على الأرض العراقية، وخاصة إقليم كردستان التي يشهد لها بأنها منطقة آمنة، منطقة مستقرة مثلا، لا ليس فيها مشاكل أمنية. لكن الاستهداف الآن يحرج أو يمارس ضغط على القيادة الكردية بأن تنضم إلى الأصوات أو القوى أو الكتل التي تدعو إلى إخراج القوات الأمريكية، باعتبار أن وجود القوات الأمريكية في إقليم كردستان، في مدن إقليم كردستان، قد يسبب كما هو اليوم أذى أو خطر أمني للمنطقة بشكل عام. ولكن أستاذ ياسين، الملاحظ أن القصف الذي تتعرض له هو دائما القواعد العسكرية الأمريكية، وكذلك الاستهدافات التي تستهدف الأرتال العسكرية لقوات التحالف دائما ما تستهدف العراقيين، يعني هم من يدفع الثمن، ولم نسمع أو نرى أن جنديا من التحالف خدش أو جرح، يعني لغاية الآن لم نسمع بهذا، وإنما فقط القذائف والصواريخ تقع على رؤوس العراقيين. أكيد أكيد أستاذ، يعني المصيبة أنه كما قلت يعني أن في القاعدة الأمريكية الموجودة في مطار أربيل القديم منظومة باتريوت، يعني تواجه أو تعارف أو تنبه بوجود أي صاروخ يعني قادم يعني يهجم القاعدة، فتتسر هذه الصواريخ وتقع في مناطق أخرى. يعني وللأسف الهجوم اليوم كان أشد من سابقاتها مثلا، لأنه وقع في منطقتين سكنيين مأهولتين بالسكان وفي هذا الوقت المزدحم، يعني تكون الشوارع مزدحمة في هذا الوقت في هذين المنطقتين القريبتين من مطار أربيل التي هي الآن القاعدة الأمريكية في مطار أربيل القديم. قصدي سيد ياسين، خرق السيادة العراقية قبل أيام من قبل تركيا على الأراضي الكردية، واليوم من قبل جهات مجهولة حتى هذه اللحظة بقذائف الهاون وسط صمت حكومي مطبق، بماذا يفسر ذلك؟ يعني هو الحكومة العراقية عاجزة كما قلنا، يعني المؤسسة الحكومية في العراق عاجزة. أنا قلت مرارا وتكرارا، ويمكن في قناتكم المباركة أمس أيضا ذكرت أن كتل سياسية هي التي تتحكم بالعملية السياسية في العراق، ومنها الحكومة. يعني الحكومة لا تتجرأ أن تواجه هذه الكتل السياسية التي تهددها بين الحين والآخر بسحب الثقة أو بإثارة الفوضى أو إعادة الحرب الأهلية أو من هذه النقاط التي تدخل العراق في دوامة من الدم والفوضى. يعني فلهذا الحكومة لم تستطيع أن تعمل شيء أو أن تثبته. يعني شهدنا عمليات اغتيال، عمليات تصفيات، عمليات قتل متظاهرين. الحكومة العراقية لا تزال عاجزة أو لم تتجرأ في الدخول أو التقرب من هذه الملفات التي يمكن أن تكون وراها، ويعني كتل سياسية متنفذة تستطيع أن تزيل هذه الحكومة، أن تعين حكومة أخرى في عملية سياسية كاملة هي عملية فاشلة للأسف. طيب، في ضوء تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، تواترت أنباء من أن التحالف الدولي ينوي نقل قواعده من المناطق في الوسط وجنوب العراق إلى أربيل. هل تعتقد أن هذا القصف ربما رسالة تحذير لأربيل من أنكم يعني عليكم ألا تقبلوا بنقل هذه القواعد إلى أراضيكم؟ كما قلت أستاذ، يعني هذا القصف أو الهجوم إشارة تأتي بعد أيام من طلب إيران من القيادة الكردية أن تنضم إلى الأصوات التي تدعو إلى خروج القوات الأمريكية في العراق، وأن يعني إشارة أيضا إلى الأمريكيين بأن إقليم كردستان المشهود له بالأمن والاستقرار لن تكون خارجة من هذه الاستهدافات. طيب، هل أستاذ ياسين يعني هل نتوقع ردا ما من جانب قوات التحالف على هذا القصف إذا ما كان القصف ربما استهدف قاعدة الحرير في أربيل؟ لا، هو الهجوم استهدف مطار أربيل القديم، يعني بعيد عن قاعدة حرير. قاعدة حرير تبعد عن أربيل تقريبا 90 كيلو شمالا. لكن قيل إن المنطقة التي تفصل بين المطار والقاعدة ربما نتيجة المضادات الأرضية الأمريكية ربما هي من حرفت الصواريخ
وراحت صواريخ باتجاه مطار أربيل؟ هو المستهدف استاذ في أربيل مطارين، القديم والجديد. المطار القديم الآن قاعدة للتحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة. المكان المستهدف في القصف الآن وقبل فترة هو نفس هذا المطار القديم اللي هو قاعدة للتحالف الدولي التي يقودها الولايات المتحدة. يعني فالقصف يعني الهدف من القصف هو القاعدة الأمريكية، لكن مع النظام الموجود لتشتيت الصواريخ لإبعادها عن القاعدة تقع في مناطق هنا وهناك، وللأسف هذه المرة وقعت في مناطق مأهولة، يعني أثارت فزعا بين السكان خاصة في تلك المناطق السكنية القريبة من مطار أربيل. إذن سيد ياسين دعني أقرأ هذا الخبر العاجل. المعلومات الأمنية تفيد بأن صواريخ من نوع كياتوشا سقطت أو أطلقت بالقرب من قضاء الدبس، والحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 2 من المدنيين. أحد الصواريخ سقط قرب القنصلية الصينية في أربيل. أكرر، المعلومات الأمنية الأولية تشير وتقول إن صواريخ من نوع كياتوشا أطلقت بالقرب من قضاء الدبس، الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 2 من المدنيين، وأحد الصواريخ سقط قرب القنصلية الصينية في أربيل. ما تعقيبك سيد ياسين على هذا الخبر، وبرأيك كيف سيكون الموقف الدولي، موقف المجتمع الدولي إزاء هذا؟ صحيح، يعني القنصلية الصينية تقع في منطقة اسمها نازناس، وهي منطقة مواجهة للمطار، يعني منطقة قريبة من المطار. القنصلية الصينية موجودة في هذه المنطقة اللي تسمى نازناس، وهي قريبة كما قلت، يعني تفصلها 200-300 متر من بوابة المطار أو القاعدة. يعني فلهذا يعني الموقف الدولي، خاصة الموقف الولايات المتحدة التي وصفت بأنها هزيلة أو ضعيفة بعد تغيير الانتخابات الأمريكية، بعد الإدارة الأمريكية الجديدة تم استغلالها في إثارة أو جص نفض الإدارة الأمريكية وردة فعلها، رغم تهديدات التي صدرت من الإدارة الأمريكية بأنها سترد على أي استهداف لأي مصالح أمريكية أو أمريكيين، فأتى هذا القصف ليكون بالون اختبار للإدارة الأمريكية الجديدة في تقوية الموقف أو إبراز الموقف القوي من الإدارة الأمريكية التي وصفت بعد الانتخابات وبعد الإدارة الجديدة بأنها فعلا ضعيفة، وشجعت دول وأطراف تطمع في ظرف الولايات المتحدة. نعم أستاذ ياسين عزيز المحلل السياسي، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. نعم، إذن مشاهدينا ننوه إلى الخبر. هزت محافظة أربيل قبل قليل انفجارات عدة قرب المطار الدولي من غير معرفة طبيعة تلك الانفجارات. أفاد مراسل التغيير بأن 3 انفجارات وقعت قرب مطار أربيل الدولي، حيث تمت مشاهدة أعمدة الدخان في المنطقة الواقعة بين القاعدة الأمريكية والمطار. هذا وأكدت معلومات أولية سقوط 3 قذائف هاون قرب مطار أربيل الدولي وإصابة 3 أشخاص. أفادت المصادر بأن القصف استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار أربيل، مشيرا إلى أن القوات الأمنية انتشرت في المناطق المحيطة بالمطار. أيضا معلومات أمنية أولية تقول إن صواريخ من نوع كاتيوشا أطلقت بالقرب من قضاء الدبس، والحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 2 من المدنيين. أحد الصواريخ سقط قرب القنصلية الصينية في أربيل.